السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إخواني الكرام سوف نحاول شرح طريقة برمجة ريموت كنترول يونيفرسال على جهاز تلفاز من نوع كوندور. طريقة البرمجة إخواني الكرام هي كالتالي، وطريقة البرمجة عن طريق البحث التلقائي أو البحث الآلي عن جهاز التلفاز. وهذا الريموت كنترول إخواني الكرام هي خاصة بأجهزة الـ LCD والLED كما تشاهدون إخواني الكرام. كيف نقوم ببرمجة الريموت كنترول إخواني الكرام؟ أول شيء نقوم به هو الضغط على زر، كما تشاهدون إخواني الكرام، على زر. أرجو أن تكون الصورة واضحة. على زر سيت ونبقى ضاغط عليه، ثم بعدها نضغط على زر الباور كما تشاهدون إخواني الكرام. نضغط على الزر ثم على زر الباور كما تشاهدون. تم كما تشاهدون هو زر الأحمر مشتعل. الآن نقوم بتوجيه الريموت كنترول نحو جهاز التلفاز، ونضغط على الزر الأحمر كما تشاهدون إخواني الكرام. تشاهد اللمبة الحمراء تقوم بوميض عند ظهور على شاشة التلفاز أداة خفض ورفع الصوت. نضغط مباشرة وبسرعة على زر سيت. ننتظر إخواني الكرام كما تشاهدون، ننتظر البحث كما تشاهدون إخواني الكرام. ننتظر جهاز الريموت كنترول تقوم بالتعرف على جهاز التلفاز بشكل تلقائي. كما قلت إخواني الكرام، عند ظهور شعار زر رفع وخفض الصوت على شاشة التلفاز نقوم بالضغط وبسرعة على زر سيت. ننتظر إخواني الكرام، هي تقوم بالبحث وقراءة جهاز التلفاز من نوع كوندور، لهاد من نوع كوندور تروندو بيس. ننتظر إخواني الكرام. إخواني الكرام، العملية تستغرق بعض الوقت، لذا نقوم بتوقيف الفيديو ثم بعد ذلك نعود مباشرة حتى لا يكون الفيديو طويل على الإخوة الكرام بعض الشيء. ننتظر إخواني الكرام حتى تقوم بالتعرف
كما تشاهدون إخواني الكرام بسرعة، كما تشاهدون ها هو الريموت كنترول يعمل بشكل عادي إخواني الكرام، كما تشاهدون إخواني الكرام. الطريقة مجربة وتعمل جيدا. أتمنى إن شاء الله أن يكون الشرح واضح، وأعتذر لكم عن رداءة الصوت والصورة، وشكرا وبارك الله فيكم.